أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أرجو من سماحتكم أن توجهوا النصيحة لمن يتهاون في هذه المسائل، وهي دعوة التقريب بين الأديان وعدم التشديد في هذه المسائل حيث عمت بها البلوى. تقريب بين الأديان، ما يمكن أن تقرب بين ما فرقه الله عز وجل، ما يمكن تجمع بين ما فرق الله، ولا أن تفرق بين ما جمع الله سبحانه وتعالى، هذا مستحيل، هذا مستحيل مهما حاولت. فرق بين المؤمن والكافر لا يتفقان أبدا. نعم، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ هذا ما يمكن أبدا، ولا يمكن التقريب بين الكفر والإيمان أبدا. نعم.